انا سيد صبحي محامي حرق الشباب 6 ابريل. يعني هو حكم الحظر احنا تعليقنا عليه هيبقى رد رسمي وليه شكل قانوني وهنخش بيه، سواء لسه هنشوف سواء هنعمل استئناف على الحكم او هنرفع دعوى عدم اعتداد او كل ده لسه شغل اللجنه القانونيه 6 ابريل بتدرسه كله. بس احنا تعليقنا عليه احنا ما فيش حاجه عندنا اسمها حظر، احنا مكملين في الشارع لسه مكملين. عايزين تحجزوا على مقراتنا، روحوا شوفوا الكافيهات ومقرات الاحزاب اللي بنجتمع فيها، احنا ما عندناش مقرات. انتوا اتهمتونا بالتمويل والعماله وكل حاجه اكتر من مره، كل مره بدون سند قانوني. ما حدش يكون بيطلع على المحكمه، ما فيش اي دليل، ما فيش اي دليل حقيقي يقول ان احنا ممولين او ان احنا بنتقابل لجهات اجنبيه. بالعكس الحكومه تواصلت معانا اكتر من مره، وحتى المجلس العسكري نفسه طلب التواصل مع 6 ابريل اكتر من مره ونزل كتاب صريح بيمدح في وطنيه حركه شباب 6 ابريل. فاذا كان ردكم علينا بالحظر فاحنا موجودين في الشارع، واذا كان قاضي الامور الوقتيه طلع قرار بحظر بدون دليل او اسانيد فلسه درجات التقاضي موجوده واحنا موجودين في الشارع عادي وهنكمل. محمد صبحي محامي حركه شباب 6 ابريل. الحكم اللي صدر 6 ابريل هو حكم صادر من محكمه قضاء مستعجل ملوش حجيه امام القضاء. حكم سياسي من الدرجه الاولى. القاضي ما استندش فيه لاي ماده قانونيه، ما استندش لاي شيء باستثناء الكلام اللي كان بيجي في التلفزيونات عبد الرحيم علي اللي يجب ان يسال فيه عبد الرحيم علي اساسا. ان شاء الله في اجراءات كتير هتتاخد، في لجنه احنا كوناها لدراسه الحكم ودراسه اليه التصدي ليه سواء بالطعن عليه، نظرا لان السيد محرر رافع الدعوه لم يختصم اي من اعضاء 6 ابريل رغم انه اتى باسمائهم في عريض الدعوه، فصعب علينا موضوع شرط الصفه والمصلحه، لكن هو ما زال قيد الدراسه. لكن اعتقد في طرق كتير للحكم، وفي فكره ان احنا نرفع قضيه امام القضاء الاداري، وفي دعوه عدم الاعتداد بالحكم. ان شاء الله لما يتم اتخاذ قرار بشكل نهائي في التحركات اللي هنعملها هيتم اعلان ذلك. فيما يخص احكام الاعدام في المنيا، في ظل التوجه عالمي بالغاء عقوبه الاعدام، بنشوف مصر بتدخل القضاء في الحزبة السياسيه، القضاء اللي بيخلص طار الحكومه عند المتظاهرين او عند حتى الاخوان المسلمين، صدور حكم باعدام 600 وقبلهم 500 مؤشر سخيف بيقول ان احنا رايحين لاسوأ من ايام مبارك بكتير قوي. اعتقد ان احكام الاعدام دي هي هتبقى نهايه لهذا النظام. الالف متهم المعرضين للعقوبه الاعدام هيزود مخاطر الارهاب في مصر، مش هيلغيها. اذا كان الغرض عموما من العقوبه هو الرادع العام ان المواطنين يشوفوا الناس دول بيتعدوا مش هيعملوا، فحد يسالني او يسال النظام يقول له حد واخد باله انه في 300 واحد واخدين 600 واحد في الحكمين واخدين احكام بالاعدام وهم دلوقتي مقيدين الحريه؟ انا لو مكانهم والله 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 افجر نفسي واعمل اللي انا عايزه في البلد، ما هو انا كده كده ميت ميت. فحتى الحكم بيناقض فكره العقوبه الرادع العام، ده حكم محفز للارهاب ما هواش رادع ليه.